يا هلا والله شباب، معكم في شركيال بشركة كي، واليوم جايب لكم فيديو جديد. طبعا يا شباب، انا من زمان كان حلمي اني اعلق على بطولات العاب، وبالذات بطوله لكول اوف ديوتي، وهذا الشيء صار اخيرا. اذا كنت متابعني على تويتر وانستغرام فشفتني من اسبوع تقريبا كنت قاعد انشر بطوله جدا ضخمه لكول اوف ديوتي بلاك اوف كولد وور، وهالبطوله مشاركين فيها اقوى الكلانات العربيه. فيس فايروس اظن كلكم سمعانين فيه كان مشارك بهالبطولة، وانا وديلي ألفي كنا المعلقين على البطولة. كانت تجربة جدا جدا رهيبة. طبعا اذا ما كنت متابعنا على تويتر وانستغرام اظن ما سمعت شيء عن البطولة، انه البطولة ما كانت على قناتي، كانت على قناة انفيديا شرق الاوسط، كانت بث مباشر هناك. وعلى سيرة انفيديا فحاب اشكر انفيديا شرق الاوسط وام اس اي ومحلات كوادرا على رعايتهم لهالبطولة الرهيبة، وسي اس ال على التنظيم الرهيب. فالمهم علقنا على هالبطولة على مدى 3 ايام، كل يوم شي ساعتين او 3 ساعات تقريبا، لانه كان في عدد جدا كبير من الفرق مشاركة. فبهالفيديو جايب لكم اهم اللقطات من قبل النهائي وقبل النهائي والنهائي، مباريات جدا حماسية بتعليقي وتعليق ديلي ألبي. فيلا خلينا نبدأ. طيب خلينا نبدأ قبل النهائي. لعبوا كتير فرق وفازوا معنا 4 فرق، اللي هم فريق سادور اي سبورت، فريق جدا معروف بالسعودية، فريق في 8 ذا ايفل اي سبورت، وبلايند سبوت. بلايند سبوت هو الفريق يلي فيه فيس فايروس. فخليني اورجيكم لقطات جدا سريعة من قبل النهائي. انا حاليا انا سببل عم يلفلهم من ورا، اوكي حلو هجم عليهم بالاي كي، شال الاول يشيل الثاني. الله عليك يا انستوببل، اسم على مسمى. حاليا عم نشوف انستوببل رجع على الهارد بوينت، قاعدين ما يخلوا اي فرصه لفريق بي كي انه يهجم. مبروك الفوز لبلايند سبوت. فامس شفنا انه دائما في فريق متسلط، فهي المباراه الوحيده لليوم اللي شفناها انه في فريق متسلط. انستوببل بالبلاي اوف ذا جيم، شال الاول شال الثاني يكنسل الريلود ويشيل الثالث. هاي من اللقطات اللي راحت علينا لما فصل الجيم للأسف. فتقريبا سعد نقدر نقول مبروك الفوز لبلايند سبوت. ما شايف انه بيكي ممكن يرجع الا اذا نزلت معجزة او صار شيء يعني، بس ما اظن. وخلونا نشوف فيز فايروس وش يقدر يسوي. هذا هو الاسطورة اللي دخل كلان فايروس، اول سعودي او تقريبا نقدر نقول حتى اول عربي يدخل الى كلان فيز. وكينج عبودي يحاول يسبق من كثر ما هو لاعب ما شاء الله عليه، حافظ المبات وعارف اللعبة، دائما يسبق حتى إذا ما كان في أحد موجود يطلق على طول. هذا هو الـ MB5، هذا هو كينج عبودي، يجيب السباي بلين ويعشق. حاليا 4-15، الفروقات الفردية جدا كبيرة. هيتس مارك ولكن يجيبه فايروس، ما في هيتس مارك عند فايروس، سنايبر يساوي كل. نشوف النتيجة، فايروس هو أكثر واحد قاعد في الهارد بوينت بدقيقة وعشرين ثانية، اما الباقيين انستببل وكينج عبودي فهم حرفيا انستببل قاعدين يجيبون الكيلز. عموما اوهو يا اسطوره، من حقك تتفنن، البطوله بطولتك يا فايروس، البطوله بطولتك، ولكن الهيت مارك شغال ما يوقفك الهيت مارك. انت راعي السنايبر، متعنا واطربنا يا فايروس، متعنا واطربنا. كينج عبودي شغال، فايروس شغال، 12-8، 14-4 لأنستببول مثل ما قال بشار، عصب انه فصل عليه. واو يا الهيت ماركات، واو يا الهيت ماركات، البطولة ما تبيك تمتعنا يا فايروس، هيت ماركات جدا كثيرة. الاتفاق طبعا ان فايروس هو اللي يمسك الهارد بوينت بدقيقة و23 ثانية ويعطيها لأنستببول. حاليا يروح فايروس يحاول يقتل ويجيب كيلز، عنده تروفي سيستم حتى ما استخدمه. المباراة لو بتلاحظ يا سعد جدا ذكرتنا بالمباريات اللي شفناها امس، واضح بلايند سبوت انه مسيطر السيطره كامله، وفايروس ما شاء الله عليه ما قاعد. الحين يا سعد بسالك سؤال، لما تشوف شاشه فايروس ما يجيك صداع؟ انا قاعد يجيني صداع. ما شاء الله الحركه ما شاء الله. شوف الاسطوره ما شاء الله عليه، ما يوقف. الله عليك اطرب متعني، جيب اللي بعده. مثل ما شفتوا اداء فيس فايروس كان جدا جدا رهيب. للاسف قبل النهائي ما في لقطات، كان صايره مشاكل بالبث، فقبل النهائي لعبوا الناس اوف لاين، ما كنا عم نعلق عليه، بس لعبوا فرق اللي هم ذا ايفل اي سبورت ضد بلايند سبوت اللي هو في فيس فايروس. والشيء المفاجئ انه ذا ايفل اي سبورت فاز، ذا ايفل اي سبورت فاز على بلايند سبوت اللي هو كلان فيس فايروس، وكلان فيس فايروس خلاص طلعوا من البطوله.
والجهة الثانية لعبوا فريق سادور إي سبورت ضد في 8 وفريق سادور هو اللي فاز. فحاليا على النهائي عنا سادور إي سبورت سوى أداء جدا رهيب ضد The Evil Esport. طبعا النهاية راح تكون Best of 3، يعني الفريق اللي راح يفوز 3 مباريات أول راح يفوز بالبطولة ويربح مبلغ $5,000. مثل ما شايفين حاليا قدامكم، هاي كانت المباراة الأولى، كانت جدا حماسية والنتائج جدا متقاربة، بس فريق سادور هو اللي فاز. أدري مكتوب The Evil Esport هو اللي فاز، بس كان في غلط بسيط بالمونتاج ومعكوس الأسماء يعني، ففريق سادور هو اللي فاز بأول مباراة بنتيجة 1-0. وحاليا اخليكم مع المباراة الثانية من النهائي اللي كانت بتعليقي انا. حاليا عم نشوف نوتكروم، هذا مابك يا نوتكروم، هذا مابك يعني خلاص لازم هالجيم مضمون لك. وفعلا نوتكروم قاعد يمسك نفس الاماكن يلي شفناه يمسكها بهالماب، دائما ماسك هالباب، ماسك هالجسر، طول لعبة حولين هالجسر. فنوتكروم قاعد تشوف في اي حدا فلانك ولا لا، احمد وليتل بوي راحين يمسكوا الهارد بوينت. طبعا لو مشوا على نفس الاستراتيجيه هاي اظن راح يطلعوا فايزين بالجيم. ها دارك اوزي بوجك يا نوتكروم شاله، قال له تبي تلف من ورا خلك مكانك. نشوف حاليا عندنا احمد وليتل بوي ماسكين الهارد بوينت، لسه ما طلعت لهم التروفي سيستم، ففرصه جدا كويسه لفريق ذا ايفل اي سبورت انه حاليا يستعمل قنابل، لسه التروفي سيستم تحتاج وقت عشان تعبي. وشفنا سلوم، سلوم شال نوتكروم، عندهم فرصه جدا رهيبه انهم يعملوا فلانك، بس الى الان قاعدين يهجموا بشكل مباشر. عم شوف سلوم سحب عليهم راح لمكان هارد بوينت الثاني، بس نوتكروم قاعد يستناه هناك وشاله. حاليا مره ثانيه فريق سادور سيطر على الهارد بوينت. فريق سادور هذا الماب لازم نسميه ماب، فعليا مابهم، ما شفت لهم ولا جيم خسروا بهالماب. حاليا عم نشوف سادور مسيطر على الهارد بوينت، الى الان متفوق بسكور عالي. احمد حط الشيل، احمد حط الشيل، يقدر يشيل الاثنين مع الشيل ولا لا؟ شال الاول وليتل بوي شال لا ثاني سماره. الله على الشوت جنج مع اللون الدارك ايثر الرهيب من الزومبي يا احمد. يلا يا احمد سويت اداء جدا رهيب الجيم الماضي، وحاليا 13 قتله وموتين، يعني شكلها هالجيم راح تسوي اداء لست احلى. الله عليك يا احمد، اتمنى المخرج لا يشيل عن احمد لانه قاعد يضربنا احمد. الله اوكي شوت جن ضد خلاط، تفوق واضح كان لتوبي. حاليا عم نشوف انه ليتل بوي قاعد يجهز لمكان الهارد بوينت الثاني، وفريق سادور ما حدا قاعد يروح على الهارد بوينت القديم، خلاص سحبوا عليه. ونوتكروم هذا مكان نوتكروم الاسطوري اللي ما في حد راح يقرب او يفكر يجي من ورا، مثل ما شايفين نوتكروم خلاص، نوتكروم مسك المكان ما حد يشيله. وينك يا احمد؟ انت الكاونتر لنوتكروم. ايوه حاليا عم نشوف، لا ريلود فقط خلاص راح يطلع بوجهك توبي يا نوتكروم. تقدر تسيطر على الوضع او لا؟ الى الان فريق سادور مسيطر على الهارد بوينت، بس دارك اوزي هجم واخذها. نوتكروم لوحدك على اثنين من فريق ذا ايفل وشالوه. اوكي حاليا عم نشوف ايفل مسيطر على الهارد بوينت، من كتر الضغط بين الفريقين ما في حد قاعد يسيطر على الهارد بوينت، كلهم قاعدين يتقاتلوا من برا. الحين سادور دخل شوي سيطر على الهارد بوينت، واحد ماسك الفلانك جوا وواحد قاعد يمسك الجسر اللي هو عادة المكان اللي بنشوف منه نوتكروم. فصراحة أشوف خطوة حلوة، بس لأن لو الشخص اللي داخل جوا الهارد بوينت مات لازم على طول واحد يبدل مكانه. فخلنا نشوف حاليا ماسكين مسكة حلوة. يلا يا توبي، حلو يا توبي. وسلوم قاعد يحمي من ورا، سلوم قاعد يمنع نوتكروم من إنه يغدر. مثل ما قلت يا سعد عم نشوف كامباك لفريق ذا ايفل اي سبورت. هذا الحلو بالمباراة النهائية، فريقين مستواهم متقارب من بعض، ما راح تلاقي انه الفوز سهل لفريق واحد شوي، وفريق ايفل راح يتعدى على سادور، بس سادور دخل على هارد بوينت وسيطر عليها على اخر الوقت. حرام يا ايفل لو كملتوا على نفس السيطرة. طيب الغلط نفس الغلط عم يسووه فريق ايفل، عم يهجموا واحد واحد، انتظروا الحين واحد هجمنا واحدة، هجمت على ثلاث اشخاص، شو راح تقدر تسوي لوحدك؟ للاسف فريق ايفل عم يذبح بعض من كل طبعا. بدات سكورات ايفل تتعدل، لو نلاحظ 21 23 بدا يصحصحون. صحيح بس ما في وقت خلاص، يا يسيطروا على الهارد بوينت يا نقول مبروك الفوز لفريق سادور. فريق ايفل لازم تسوي شغل، نوتكروم يلف من وراهم فلانك ويشيلهم دبل الاثنين. الله عليك يا نوتكروم نفس المستوى الرهيب. فريق ايفل لو نوتكروم دخل الهارد بوينت خلاص، فريق ايفل لا تطلعوا، لو طلعتوا خسرتوا. حلو توبي، حلو يا توبي،
حلو يا توبي. دارك اوزي لا تموت. دارك اوزي انت لو متت يا دارك اوزي خلاص، لو متت يا دارك اوزي نقول مبروك لصدور لوحدك يا دارك اوزي. حلو، اجا شخص يعزز لك، اجا سلومي يعزز لك. حلو 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 حلو. يلا 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 يلا، خلكم مسيطرين لاخر الوقت، خلكم مسيطرين. لا 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 نقدر نقول لا لا تسلوم. سلوم شال الدبل بس ما في حد، ما في حد ثالث. اخ مبروك مبروك لا صدور، اداء كبيرة. جدا رهيب من ذا ايفل اي سبورت. حاول يقاوم سلوم، شال دبل بالنهاية. لو ما اجى الثالث وقتله كان ممكن احتمال كبير نشوف النتيجة لهم. مثل ما شفتوا كانت مباراة جدا حامية، فاز فيها فريق صدور اي سبورت للمرة الثانية وحاليا 2-0 له. فالمباراة القادمة لو فاز فيها صدور اي سبورت خلاص هو الفائز، وذا ايفل اي سبورت راح يخسر. فاخليكم مع المباراة الثالثة بتعليق ديلي البي. فايف ما بدأنا نحلل بشكل جدا كبير، ولكن خلونا ننتقل على المباراة الثالثة اللي إذا فاز فيها صدور نقدر نقول مبروك. اكس توبي سلوم دارك اوزي انتم حاليا بضغط جدا كبير، ويبتدي المباراة بحماس كبير جدا عند دارك اوزي اللي حاول يكشف الماب ويسيطر على الهارد بوينت الاول. الهارد بوينت الاول راح لذا ايفل اي سبورت، وهذا الشيء جدا جميل عشان يخفف الضغط من عليهم. يدخل ليتل بوي حاليا بالشوتجن في الهارد بوينت ويسوي الكونتستد، يحاول بالشوتجن. اي نعم يقدر ليتل بوي الوحش 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 ياخذ الهارد بوينت غصب، والنتيجة جميلة جدا بعشرة إلى عشرة. في واحد ثاني أو في لاعب قريب منك تقدر عليه نتكرم كل ثقة في صدور إي سبورت وكل ثقة في ذا إيفل. هذا هو يدخل عليه الأول الثاني، كان يحاول هو اللي يجيلهم، ولكن أحمد يحميك. أحمد موجود نتكرم مع أحمد، مسوين ثنائي قوي جدا بفريق صدور، والنتيجة قاعد تزداد ب 62 إلى 11. دارك أوزي لازم تصحصح نتيجتك، والكل والدث واحد إلى أربعة، ثلاثتهم طبوا وموجود نوتكرو الأول والثاني والثالث. تربل 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 من نوتكرو، والنتيجة تروح إلى 77 11. صدور إي سبورت قلت إذا وصل إلى النهائيات ممكن يقدم مستوى قوي وجبار، وممكن يفوز بنتيجة $5,000. حاليا كروم يجيب الستريك الاول ويجيب الارمر، واثنين قاعدين الا اكس توب اللي يحاول يجيب الكيلز. هذا هو نوت كروم اسطورتنا في فريق صدور، يشيل الاول ويشيل الثاني، شكله راح يجيب الثالث. ليه ما تجيب الثالث؟ اسمك نوت كروم وفريقك اسمه صدور اي سبورت يا اسطوره. يجيب الكل ستريك الثاني وهو رايح رايح للوور ماشين، يبغى الوور ماشين. يدخل عليه، كفو عليك كفو عليك. ذا ايفل اي سبورت صدور اي سبورت فريقين يستحقون انهم يوصلون الى النهائي بنتائج عريضه قدموها في دور ال 32 او حتى دور ال 16. على فكره قبل ان نوصل الى النهائي فريق ذا ايفل اي سبورت ما خسر ولا جوله، على ما اعتقد فريق ما خسر ولا جوله. يوصل الى النهائيات ويخسر جولتين متتاليتين كبيره في حق ذا ايفل اي سبورت. توقعاتك بالشهر 125 الى 59. والله تفوق جدا واضح لفريق الصدور اي سبورت. ذا ايفل لازم يشد حيله، لازم يشد حيله اكثر من كذا، لانه خلاص هاي المباراه الاخيره، لو خسرها خسر البطوله. دقيقه كامله اذا خذوها ترى راح نقول لهم مبروك، لانهم يحتاجون فقط 50 ثانيه من اصل ال 60. الكلات بايفل اي سبورت كلها متساويه، كلهم مساويين نفس الاداء 15 15 15. هذا هو حاليا احمد اللي يحاول يتقدم. اي نعم يقدر يشيله، ومقدم اليوم مبدع احمد ما عدا يمكن في اخر مباراتين، ولكن مستواه جدا قوي. شال الاول شال الثاني، يحذف القنبله، ومبروك مبروك مبروك لفريق صدور هذا التفوق العظيم بهذه البطوله. خلونا نروح على اخر لقطه او البلاي اوف ذا جيم اللي جابها احمد بعد مو نوتك الروم، ونقول له مبروك عليك $5,000 جائزة مقدمة من رعاة هذه البطولة MSI وانفيديا، وبنفس الوقت كوادرا إيسبورت. فألف مبروك لفريق صدور إيسبورت، فاز بالبطولة، فاز على 32 فريق. أنا ورجيتكم فقط لقطات من قبل النهائي والقبل والنهائي، هو لو من البداية في فوق 30 فريق لعبوا خسروا لعبوا خسروا لحد ما وصلنا للنهائي حاليا. في يا شباب هذا الفيديو أتمنى يكون عجبكم، أتمنى
تكتبوا رأيكم بتعليقي. هي أول مرة أعلق على بطولة، أدري لو تقارنوها مع ديلي ألفي راح يكون تعليقي شوي ممل، بس لأن ديلي ألفي ما شاء الله عليه معلق على بطولات أكثر بكثير مني، فأتمنى تكتبوا لي رأيكم، ولو في سلبيات تكتبوا لي إنه يعني تكتبوا لي كيف أعدل من نفسي بالمستقبل، لأنه إن شاء الله ما راح تكون آخر مرة أعلق فيها على البطولات. وبس، كان معكم شاركيات شركة كيش، كم جهة تاني إن شاء الله، مع السلامة.